بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد المحمدي المغاوري، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكاتب وباحث في الدراسات الإسلامية من مصر. الحقيقة في هذا اليوم المبارك العظيم يجتمع فيه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في دعوة ملخصها هي وحدة الأمة. الأمة أيها الإخوة الأحباب في حاجة وفي أمس الحاجة إلى الوحدة من منطلق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأيضا من منطلق وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أيها الإخوة الأحباب، الأمة الإسلامية الآن في حاجة إلى الوحدة، ونحن نرى ما يدور حولنا وما يحاك للأمة من فتن تموج بها الفتن الآن في العراق، في الشام، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في فلسطين حيث غزة هاشم، وما يحدث لدماء المسلمين في ميانمار، وما يحدث لدماء المسلمين في أفريقيا الوسطى. نتذكر وأن هذه الدماء التي تسال في ديار المسلمين، نتذكر وحدتنا من قبل، ونتذكر يوم أن كنا تظلنا أمة واحدة ومظلة واحدة في ظلال خلافة راشدة، ومن ثم خلافة بعد خلافة، وبعد أن انقسمنا وكان مشروع التقسيم الذي حدث لهذه الأمة كانت الآلام والأحزان، ولكن الأمة الآن تعود إلى ذروتها. الأمة تعيش في مخاض، نعم، ولكن هذا المخاض سيأتي إن شاء الله من بعده ولادة لأمة عظيمة. نحن نستبشر بالخير ونستبشر بأن هذه الأمة ستعود إلى مجدها وإلى ذروتها وإلى عزها، ولكن بالعودة إلى الله عز وجل. نرفع دائما أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن هذه الأمة وأن تعود إلى مجدها وإلى عزها، ولن يكون ذلك أبدا إلا إذا عدنا إليه سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى أن يتوحد في ظل توحد أوروبا وفي ظل توحد أمريكا وفي ظل وجود هذه الوحدات. نحن في شتات الآن، نحن في أمس الحاجة أيها الإخوة أن نعود إلى وحدتنا وإلى عزتنا وإلى كرامتنا، وستعود إن شاء الله بالمخلصين. والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في هذا اليوم يعالج هذا التشتت وهذه الآلام، وإن شاء الله سيجد حلا حتى تعود الأمة إلى وحدتها. أيها الإخوة الأحباب، لا شك أن الاعتصام بحبل الله جميعا هو الحل، لا شك أن وحدة الأمة هي الحل، لا شك أن المسلمين لا بد أن يتكاتفوا وأن يتعارفوا وأن يتفاهموا، لأنه دم واحد، يعبدون ربا واحدا ويلجؤون إلى قبلة واحدة ويتبعون رسول واحد صلى الله عليه وسلم، ويلتفون حول كعبة واحدة ويعبدون ربا واحدا. لا شك أنهم لا بد أن يكونوا أمة واحدة حتى تعود هذه الأمة إلى ذروها. فما أكثر المنادون في كل مكان، في أفريقيا الوسطى ينادي، في ميانمار ينادي، في مصر ينادي، في الشام ينادي، في العراق ينادي، ومن يلبي الآن؟ لا أحد، لكن الله عز وجل سيوجد الرجل الذي يلبي هذا النداء من بين هذا المخاض، وسيوجد الرجال، وستوجد الأمة إن شاء الله عن قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أحمد المحمدي، جزاكم الله خيرا.